أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام أنتم بخير ومبارك عليكم الشهر. صراحة سبورت يارد أنا كل سنة لازم أجيها يعني بدون دعوة، الله يعطيهم العافية القائمين على البطولة، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وكل سنة إن شاء الله نجيكم بإذن الله. والله شوف أنا صراحة عقدي مع نادي الاتحاد إلى الآن، يعني تقريبا بقي لي شهرين إن شاء الله. وبالنسبة للتساؤلات هذه صحيح إن يعني جمهور نادي الاتحاد يسألني، أنا صراحة يعني أنا ولد النادي، ولد نادي الاتحاد، أتمنى أن يكون في نادي الاتحاد وما أطلع من نادي الاتحاد، أتمنى. الملعب ملعبك والساحة ساحتك.